خلينا نروح لحضراتكم لخبر تاني، يمكن كرة السلة للسيدات. كرة السلة للسيدات ما زالوا بيلعبوا دور تحديد المراكز. انتوا عارفين في كرة السلة بنحدد المراكز من 1 لـ8، وبعد كده نروح على البلاي اوفس، يحصل من 1 يلعب الثاني، الثاني يلعب السابع، الثالث يلعب السادس، الرابع يلعب الخامس. احنا في مرحلة الترتيب، النادي الاهلي في المركز الثاني، فوزنا على هليوبلس بفارق يكاد يقترب من 40 نقطة، 107-72. خلي بالكم، عايز اقول لكم حاجة كمان، نادي هليوبلس شاهد تغيير جهاز فني جديد. يمكن كابتن مصطفى السيد، كابتن إيهاب الألفي ابن نادي الاهلي، تولى المسؤولية في نادي هليوبلس. كل جهاز فني جديد بيجي بيبقى فيه دفعه معنويه، يعني المباراه كانت قويه، عملت على صاله الشهداء في مقر النادي الاهلي بالجزيره في الصاله الصغيره، وطبعا زي ما انتم حضرتك شايفين دي لقطات. طبعا الماتش طبعا كان مهم لينا عشان نحافظ على المركز الثاني. المراكز مش هتفرق معانا قوي، بس ممكن تريحنا شويه بس في الادوار الاقصائيه اللي بعد كده. النادي الاهلي برصيد 22 نقطه، طبعا بيجي بعد نادي سبورتنج المتصدر بفرق نقطتين. طبعا زي ما قلنا لحضراتكم، كاميرا الابطال هتكون في كل مكان. كاميرا الابطال كانت في المباراه، عملت التقرير مع كابتن علي هاشم واللاعبات. اشوف التقرير واجي لحضراتكم تاني. الحمد لله، يعني بداية كويسة الحمد لله، يعني جايين من فترة توقف بقالنا 4-5 شهور، فالحمد لله البداية كانت مهمة قدام فرقة نادي اليوبلس، فرقة محترمة، وكابتن إيهاب طبعا مش غريب، مدرب كبير، وزايدين هم أجنبية، بس الحمد لله. يعني كان عندي إصابة النهاردة، سوريا محمد بقالها أسبوع عندها شد في الأمامية، فالجهاز الطبي فضل اللي ريحها، كانت موجودة معنا في الـ12، بس ما جذبناش بيها، اللي احنا لو كنا جذبنا كانت الأمور هتتفاقم، فالجهاز الطبي يعني قال لك يعني تبقى موجودة على البنج، بس ما يعني ما نبداش نستخدمها كتير، يعني عشان الماتشات اللي جايه. طبعا الثلاث ماتشات دول ترتيب يهمنا ان شاء الله البستات بقى بعد كده باذن الله. اكيد راضي على ادائنا النهارده، بما انه لسه اول ماتش في السيزون، فكنا لازم نرجع بسرعه، بقى لنا 4 شهور ما لعبناش، بقيه السيزون يعني بقى لنا 4 شهور ما لعبناش ماتش، فاحنا في السيزون اوف بنقعد شهرين، فـ4 شهور ده كتير قوي، فطبعا كان لازم دايما كمان بنبتدي ان احنا نرجع واحده واحده، بنبتدي بماتشات ضعيفه، بس هو ماتش قوي وهم فرقه كويسه قوي، فكنا يعني واحده واحده كده ابتدينا مش جامد قوي، بس واحده واحده يعني عملنا اقصى ما عندنا ان احنا ندي في اول ماتش كل حاجه، وان احنا نثبت يعني ان احنا كويسين. كوتش دايما بيقول لنا يعني ان احنا ما نريحش اليوم الاجازه بتاعنا ده، بن ايسنج بقى، بنعمل ريكفري مش عارف ايه، عشان ما بنقعدش يعني. فاحنا مستعد جدا جدا، عشان احنا عايزين ناخد الدوري، كل التارجت بتاعنا ان احنا ناخد الدوري من غير ولا ماتش نخسره ان شاء الله. مبسوطه جدا باداء فرقتي، وخصوصا ان ده اول ماتش بعد 4 شهور، احنا ما كناش متوقعين ان البدايه هتبقى كده، وكنا خايفين قوي ان هو اول ماتش، ويعتبر طبعا ماتش مش سهل ومش هين خالص. احنا قايلين من الاول ان احنا كل فرقه لازم من الاول ان احنا نبقى فارقين عليهم، ايا كان هليوبلس، سموحه، سبورتنج. احنا فاضل لنا هليوبلس وسموحه وجزيره، كل ماتش يعتبر فاينل. فطبعا مبسوطه جدا جدا باداء الفرقه، خصوصا في ما نمناش خالص في الماتش، يعني الشوط الاول والثاني والثالث والرابع، لا بصراحه كنا مقدمين اداء احسن من يعني احسن ما انا كنت متخيله، واحسن ما الكابتن كان متخيل، وانا حتى نفسي كنت مصابه، كنت ممكن انزل لو الماتش ازم، بس بصراحه فرقتي الحمد لله ما خيبوش ظن الكوتش، وفضلوا لحد اخر دقيقه وهم فارقين فرق كبير قوي قوي. اكيد احنا عندنا ماتشات كتير في وقت قليل، فاحنا الكوتش كان من قبل ما احنا يعني نبدا الماتشات دي كان بيمرنا كتير قوي، تمارين صبح وبالليل، يمكن احنا كانت تعتبر فتره اعداد اللي هي كانت من شهر، ودلوقتي مقللين اللود شويه عشان ماتشات ورا بعض، بس طبعا الكابتن مركز معانا، مركز في الخطط اكتر دلوقتي، عايزين طبعا ان احنا ناخد الدوري، فاضل لنا الدوري ان شاء الله يبقى من نصيب النادي الاهلي. والله انا احساسي ان التوقف الطويل يمكن من اكتر الفرق اللي استفادت بيه فريق السيدات لكرة السلة. طب ايه دليلك يا هيثم؟ دليل ان منذ لحظات انتهت مباراة الاهلي وسموحة في سموحة بنتيجة 75-58، ودي تعتبر نتيجة ايضا كبيرة. يعني الماتش اللي فات بنقترب من 40 نقطة فرق، ماتش النهاردة بنقترب من حوالي 30 نقطة فرق. احساسي، ومش احساس بس، دي يعني نتائج بتتكلم. اكتر فريق استفاد من التوقف كان فريق
كرة السلة سيدات. كل التوفيق لكابتن علي هاشم وطبعا بطلاتنا في حصد طبعا بطولة السوبر اللي حقيقة محببة لينا كلنا.